زي التانية. ليه ملف التعيينات فيه مشكلة؟ ناس كتيرة اتكلمت على الحالات التحكيمية، وأنا ليا مدرسة معينة لما أجي أعرض مشكلة عمري ما هروح لحالة تحكيمية. أنا مختلف تماما عن بعض الزملاء اللي دايما بيتكلموا عن الحالات التحكيمية خالص. أنا مشكلتي أو مش مشكلتي، أنا المدرسة اللي بحب أنتهجها في مناقشة أي قضية أشوف المعايير والموضوعات، مش هروح للحالة التحكيمية، لأن الحالة التحكيمية دي محتاجة خبراء تحكيم يتكلموا فيها، وأنا مش خبير تحكيم. لكن أنا هتكلم في نقطة تانية أهم بكتير ومحدش تطرق ليها. هو منذ تعيين الكابتن إبراهيم نور الدين في ماتش الترجي التونسي في دوري أبطال إفريقيا في شهر 10 اللي فات، هل تم إسناد لي أي مباراة إفريقية بعدها لغاية اللحظة اللي بتكلم فيها؟ لا. عارفين يعني إيه لأ؟ يعني تم استبعاده من كل المباريات الإفريقية بقرار من لجنة الحكام، وتحديدا من مدير اللجنة الإفواري ديوي نورمانديز حتى هذه اللحظة بسبب الأخطاء التحكيمية اللي تمت في مباراة الترجي أمام بطل نيجيريا في دوري أبطال إفريقيا في منتصف أكتوبر الماضي. والإيقاف أو الاستبعاد لم يكن لإبراهيم نور الدين فقط، لا، كان معاه كمان المساعد الأول سمير جمال. طيب الناس هتقول لي يا عم إيه أدلتك على كده؟ تعال معايا كده واحدة واحدة نستعرض إيه اللي تم منذ أكتوبر 2022 حتى فبراير 2023. بعد مباراة الترجي وبطل نيجيريا كان الكابتن إبراهيم عنده مباراة في تصفيات تحت 23 سنة للمنتخب التونسي في ملعب رادس، تم استبعاده وتم الاستعانة بالكابتن أمين عمر. طيب بعدها كان الكابتن إبراهيم نور الدين مرشح لإدارة مباريات تصفيات تحت 20 سنة للبطولة اللي هتتنظم في مصر الشهر ده، كانت ساعتها التصفيات بتتلعب في السويس، وكان ضمن حكام دورة التصفيات لشمال إفريقيا اللي اتلعبت في السويس، ولكن لم يتم إسناد لي أي مباراة واستبعد من إدارة مباريات التصفيات المؤهلة لدورة شمال إفريقيا لكأس الأمم اللي هتنظمها مصر في فبراير اللي جاي. طيب بعدها كان في كأس أمم إفريقيا للمحليين في الجزائر، تم ترشيح محمد عادل حكم ساحة والكابتن محمود عاشور حكم تقنية فيديو في آر. طيب كأس أمم إفريقيا للشباب اللي هتتنظم في مصر من 19 فبراير حتى أول مارس، تم ترشيح الكابتن محمود دناجي حكم ساحة والكابتن أحمد الغندور حكم فار، وحتى كمان المساعدة الدولية يارا عاطف موجودة حكم مساعد مع كابتن سامي هلهل في كأس أمم إفريقيا للشباب في مصر. وبالتالي لا موجود في تصفيات 23 سنة واستبعد من مباراة تونس وجي أمين عمر مكانه، لا راح دورة شمال إفريقيا اللي اتنظمت في مصر واستبعد رغم اسمه كان موجود في القائمة، لا كان موجود كمان في أمم إفريقيا للمحليين ولا في أمم إفريقيا للشباب. حتى في دورة شمال إفريقيا اللي اتنظمت في مصر كان موجود مكانه كمان الكابتن محمود البنا. طيب سيبك من كل ده، خلينا في دوري أبطال إفريقيا الجولة الأولى والتانية والتالتة. الجولة الأولى لم يكن فيها حكم مصري سوى أمين عمر، أدار مباراة في غينيا ما بين حرية كوناكري وسيمبا التنزاني. الجولة التانية اللي هتتلعب الأسبوع اللي جاي موجود فيها الكابتن محمد معروف، مباراة ما بين فيتا كلاب الكونغولي مع بيترو أتلتيكو الأنجولي وهتتلعب في الكونغو برازافيل. الجولة التالتة الكابتن محمد عادل. شفتوا أنا بستعرض بطولات إفريقية من شهر 10 لشهر مارس فيها كام حكم مصري؟ كل القائمة الدولية ما عدا إبراهيم نور الدين. حد بقى في الاتحاد أو في اللجنة يطلع يقول لي على أي أساس حكم مستبعد من كل الأحداث الإفريقية بيتم إسناد لي أهم المباريات المحلية، يتحط في مباراة للأهلي، يتحط في مباراة الزمالك وسموحة، وتحصل أخطاء تحكيمية بالشكل ده تؤثر على شكل المنافسة، ومع ذلك لا حد في الاتحاد واخد باله ولا حد في مجلس إدارة الاتحاد مركز من اللي بيحصل في اللجنة. وأنا مش قادر أفهم ليه الكابتن توفيق السيد بيحط نفسه في هذا الوضع، مش عايز أقول أكتر من كده، وبيسند مباريات مهمة للكابتن إبراهيم نور الدين في ظل عدم الاستعانة به في كل المباريات الإفريقية والأحداث الإفريقية آخر 4-5 شهور. كل الحكام الدوليين راحوا، محمود ناجي، محمد معروف، محمد عادل، إبراهيم قصدي محمود البنا، أمين عمر، كل الحكام راحوا ماتشات ما بين شباب وناشئين وأولمبيات ودوري أبطال إفريقيا، والكابتن إبراهيم مش موجود. لو كابتن إبراهيم عنده مباراة في الكونفدرالية طب اطلعوا قولوا لي، يعني اطلعوا قولوا لي اللي عنده مباراة في الكونفدرالية. الجولة الأولى ما كانش فيها،
والجولة الثانية جت للماتشات كلها بالكامل. يعني لو استعرضت حتى الأسماء، ده مصطفى غربال اللي خلص كأس عالم أندية، كأس عالم أندية هيكون موجود في ماتش فيوتشر وبيراميدز. يعني الحكام الدوليين اللي موجودين على الساحة دايما لجنة الحكام الإفريقية بتديهم ماتشات على طول، لكن تيجي تبص على الماتشات حتى الجولة الثانية، والله عايز استعرض معاكم ماتشات الجولة الثانية في كأس الكونفدرالية، والله ما فيها حتى الكابتن إبراهيم نور الدين. يعني الجيش الملكي مثلا وبطل لاتوجو حكم من الجابون، فيوتشر وبيراميدز مصطفى غربال، يونج افريكانز التنزاني مع مازيمبي حكم موريتاني، ريال باباكو المالي مع اتحاد المانستير حكم كونغولي، ريفرز يونايتد مع اسيك ميموزا الحكم المغربي سمير القزاز، موتيمبا بيب الكونغولي ضد الفريق الشياطين السود الكونغولي حكم سنغالي ماجيت نيضاي، فريق لوبولو الكونغولي ضد مارومو جالانس الجنوب افريقي الحكم الجنبي بكاري جسامه، الاخضر الليبي ضد اتحاد العاصمه الجزائري الحكم التونسي هشام او هيثم قيرات ابن الحكم الدولي التونسي هشام قيرات. تروح لدوري ابطال افريقيا مفيش، يعني مفي حكم جزائري لحلو بن براهيم، الحكم التونسي صادق السلمي، الحكم الغاني دانيال لاريا، الحكم الجنوب افريقي ابو نجيلا توم، مفيش الكابتن ابراهيم نور الدين لا الجوله الاولى ولا الجوله الثانيه، ومع ذلك بيتم اسناد ليه مباريات كبيره. ليه؟ مش قادر افهم. يبقى هنا التعيينات فيها علامه استفهام، ده فيها مليون علامه استفهام. خد المفاجاه الثانيه عشان تعرفوا ان المعايير في التعيينات شغاله بطريقه السوشيال ميديا اللي هي ايه، جمعيه ودايره. والله العظيم انا عدد من الحكام الدوليين اشتكوا لي خلال الساعات الاخيره من ملف التعيينات في الفتره الاخيره، وقالوا احنا رجعنا لما هو ما قبل عصر مارك كلاتنبرج، يعني رجعنا من تاني للجنه التي كانت تدير هذا الملف قبل تعيين الخبير الانجليزي مارك كلاتنبرج، ورجعنا تاني على قديمه بنفس المعايير. طب اكبر دليل على كده ان التعيينات فيها مشاكل، لما يجي الكابتن توفيق السيد يعين شاهين ده المغربي في مباراه الجيش والداخليه حكم رابع، ماذا لو حكم المباراه تعرض لاصابه ونزلت شاهين ده اداره هذه المباراه؟ هل المباراه دي قانونيه ولا يبقى فيها مشكله قانونيه؟ لما يبقى المسؤول عن التعيينات مش قاري لوائح الفيفا، مش مطلع على تعليمات الفيفا. اولا شاهين ده حكم دوليا نحترمها ونتمنى لها التوفيق ان شاء الله، ولكن انا بتكلم على المعايير، هي ما جريتش مع حكام الرجال عشان تبقى موجوده في مباريات الدوري الممتاز. ده هل ده كلام انا؟ لا، ده كلام الفيفا. يعني الفيفا في التعيينات او في الترشيحات لما بيتكلم على وجود الحكمات في بعض المباريات بيقول لك ايه، يرجى ملاحظه ان جميع الادوار الرسميه اللي عايز تعين فيها حكمات في مباريات الرجال يمكن ترشيح كل من الرجال والنساء، حيث لا توجد ادوار منفصله للمراه، ولكن يجب على النساء اللواتي يرغبن في الحصول على تعيينات الحكم او مساعد الحكم في مباريات الرجال اجتياز اختبار اللياقه البدنيه للرجال. اجتياز اختبار اللياقه البدنيه للرجال. هل شاهين ده المغربي اجتازت اختبار اللياقه البدنيه للرجال؟ لا. طب تتحط حكم رابع ليه في مباراه طلائع الجيش والداخليه في الاسبوع ال 18؟ مين مثلا اللي ممكن يكون ليه دور ان يكلم اللجنه؟ لا، حط شاهين ده، هات محمود ناجي، لا اختار احمد جمال، هات محمود بسيوني. ليه نسمح بالتدخلات؟ انا مش عايز اوضح وافسر اكتر من كده لغايه لما الملف ده يتعدل، لكن والله العظيم الاسبوع اللي جاي والاسبوع اللي بعديه ملف التعيينات في اللجنه لو ما رجعش تاني اشتغل بشكل احترافي، هنبدا نتكلم بقى على التدخلات اللي بتحصل، ومين بيطلب تعيين مين، ومين بيتدخل وعايز مين. وانا قبل كده استعرضت مداخله كانت مهمه، وساعتها الناس كلها اتفاجئت ان ازاي بيراميدز كان عارف ان في حكم جاي عشان كده ما طلبش حكم اجنبي. اعتقد الحلقات اللي فاتت قلنا فيها كلام كتير، وبناء عليه الفتره اللي جايه اعتقد واتمنى ان الاستاذ جمال علام واتحاد الكوره اذا ما خدش باله من ملف التعيينات وما يحدث ما بين الطريقه اللي بيدير بيها الكابتن توفيق السيد مع الكابتن احمد ابو العيله وعدم وجود الكابتن محمد فاروق في التوقيت الحالي، الملف ده هيبقى صداع وهنرجع لنفس الازمه من تاني. لسه الدوري طويل والتعيينات فيها مشاكل كتير، والتعيينات تفتقد للاحترافيه والعداله ما بين الحكام، عشان كده بنشوف الاخطاء. ويكفي تصريح الكابتن جهاد جريشه لما قال احنا رجعنا 10 خطوات لورا بعد الشكل المناسب المعقول اللي ظهر في الدوري السنه دي، مش هقول شكل مميز، لا كانت في اخطاء موجوده، بس ابتدى الملف يتعدل شويه، ابتدت الاخطاء تقل شويه، او الحكام اللي بتغلط ابتدت تتعاقب. فبالتالي ما رجعناش لنظام الدور، او الحكم اللي يطلب المباراه، او عضو في الاتحاد يتدخل عشان يحط حد رابع او يعين حكم او يشيل حكم.
ما نرجعش تاني لنفس الملف القديم. اتمنى الملف يتغير شويه ويرجع من تاني بشكل احترافي على ما يرجع الكابتن محمد فاروق من السعوديه، لان ملف التعيينات فيه كوارث. طيب